يلا مدام ايه فايسين مامت رويدة. مامت رويدة محمود. من هنا من امتى؟ بقالنا حوالي 15 يوم. تشتكي من ايه رويدة؟ كان عندها زايدة منفجرة. وعملت ايه هنا؟ الحمد لله احنا كنا جايين طوارئ والحمد لله عملت الاول درنقه وبعدين عملنا اشعاعات وتحاليل هتبين الدايره فين بالظبط عشان يعملوها بالمنظار باذن الله. قالوا لكم تقريبا هتخرج امتى؟ ان شاء الله باذن الله الدكتور بس هيشوف نتيجه الاشعه وهيقرر النهارده باذن الله. ايه رايك في الحفلات اللي احنا بنعملها هنا؟ دي احسن فكره على فكره حضرتك فكرتوا فيها. بس لا انا عايزاكي بس تقولي ان فكره الحفلات لان صوتي مش هيطلع من غير كلامك انت بس. فكره الحفلات هنا دي حاجه كويسه جدا لان طبعا هم تعبانين وبرضه بيقعدوا فتره هنا وعن الاطفال نفسهم كل حياتهم هي التلفزيون او اللعب بمعنى اصح. فكل يعني فاحسن حاجه هي فكره الحفلات دي بترفع من روحهم المعنويه اولا وبتسليهم ثانيا ومبتخليهمش يبقوا حاسين بالتعب اللي هم فيه. يعني رويدة النهارده اول ما تعرف ان في حفله دي اكتر يعني هي من الصبح ما بتتكلمش خالص. اول ما عرفت ان في حفله او يلا يا ماما تعالى نروح الحفله لبسيني لبس العيد وكانت فرحانه جدا ان في حفله. كان كل يوم تيجي تنام تقول يا رب بكره يبقى في حفله. فقلت لها ان شاء الله باذن الله. حضرت كام حفله معايا؟ حضرنا أربعة. اكتر حفله عجبتك فيها؟ حفله عيد الام اللي فاتت. ايه اكتر حاجه عجبتك او عجبت رويده؟ عجبت رويده هي حكايه يعني ان كل واحده بتدي لمامتها حاجه فدي اكتر حاجه عجبت رويده. والاراجوز طبعا بنسلم عليها والفتره دي حاسين ان احنا قريبين من بعض. يعني كل سنه وانت طيبه يا ماما. كنا حاسين ان احنا قريبين من بعض جامد. رويده بتحكي عن الحفلات دي بقى طول اليوم بعد ما بنمشي من اول ما الحفله تخلص على طول بالتليفون بتبقى عاوزه تقول للدنيا كلها ان هي تتكلم يعني عنهم. حتى باباها تقول له يا بابا ده كل يوم بيعملوا حفله.